الموسم ال 13 عباقرة المدارس مباراة أفضل لاعب في الموسم، مباراة قوية وجميلة، وهفكركم بالنتيجة. علي ثروت 20، نورهان شعبان مفيش نقاط، محمود عبد الرؤوف 10، محمد حمادة في المقدمة 30 نقطة، محمد حمدي مفيش نقط، أحمد أمين 20، يوسف أحمد 20، محمد أبو الفتوح ناقص 5. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء، تعالوا نشوف مين أول اتنين في ضربات الجزاء. أول حد مين؟ نورهان شعبان، اتفضلي. طبعا هيطلع لك سؤال في الرياضة على طول، أنا عارف. ومعاها مين بقى؟ محمد حمادة. أول اتنين نورهان من مدرسة أبشوائي الفيوم، ومحمد حمادة من ستيم أسيوط. لعبتوا بعض في السيمي فاينل. دلوقتي اللي هيجاوب على سؤالين هيرجع ب 15 نقطة. نورهان ما عندكيش نقاط، محتاجة ال 15 نقطة. محمد حمادة في المقدمة، يعني 30 و 15 45. السؤال الأول، تاريخ أوميجا هي مذكرة أمريكية سرية لتقليل نفوذ أحد رؤساء مصر في الشرق الأوسط، فمن هو؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر الهدف الأول، علشان يحجموا نفوذ جمال عبد الناصر في المنطقة خوفاً من وجود قوى عظمى في منطقة الشرق الأوسط. هدف بلا مقابل. طبعاً لو محمد حمادة أحرز الهدف الثاني هيرجع ب 15 نقطة. السؤال الثاني، أدب، من هو رئيس الأركان المصري مؤلف كتاب الخيار العسكري العربي؟ سعد الدين الشاذلي. الهدف الثاني، حظك يا نورهان. 12 1993، حمادة بقى معاك 45 نقطة في الصدارة. مين بقى؟ علي ثروت، اتفضل يا علي. مش عارف ليه عندي احساس هيجي لك يوسف احمد كده ولا ايه. واحمد امين، احمد امين وعلي ثروت، علي ثروت واحمد امين. السؤال الاول، جغرافيا، تقع واحد القارة بإحدى المحافظات المصرية، فما هي؟ وادي الجديد. الوادي الجديد إجابة خاطئة. عندك إجابة يا علي؟ معلومة ولا؟ مفيش معلومة. في إجابة، مطروح. مطروح الهدف الأول، برافو عليك يا علي. اتعلمت من الماتش بتاع دور الله. اتعلمت من الماتش اللي فات. اتعلمت طبعا. طبعا. عايز معلومة ايه؟ قول لي. خلاص طالما جاوبت الحمد لله. مش عايز معلومة دلوقتي؟ الحمد لله. طيب، هدف بلا مقابل. طبعا يا احمد لو علي جاوب هيرجع ب 15 نقطة. السؤال الثاني، علوم، ما هو الحيوان المائي الذي يمتلك أطول ذاكرة في العالم؟ القرش. القرش طبعاً إجابة خاطئة، أكيد من سمكة القرش. كنت بتحاول تدوس على البزر يا أحمد. عندك إجابة؟ أيوه، الدولفين. الدولفين بيقدر يفتكر صفارات الدلافين الأخرى اللي عاشت معاه لحد 20 سنة. معلومة جميلة جداً. الهدف الأول، هدف مقابل هدف.
السؤال اللي جاي ب 15 نقطة. السؤال الثالث، رياضة، ما هو أول منتخب يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم سيدات 6 مرات متتالية؟ ألمانيا. ألمانيا الهدف الثاني. حظك يا علي، وكسبوا اللقب 8 مرات منهم 6 مرات ورا بعض. أحمد أمين رجعت ب 15 نقطة، هارد لك يا علي. أحمد أمين بقيت 35. يوسف أحمد، تفضل يا يوسف. محمد أبو الفتوح، تفضل يا محمد. محمد ناقص 5، 15 نقطة تبقى 10. يوسف معاك 20 نقطة و15 تبقى 35، ترجع تاني في المنافسة. السؤال الأول، أدب، الإنسان المتمرد هو كتاب لأديب فرنسي راحل، فمن هو؟ جول فيرن. جول فيرن، إجابة خاطئة. ألبير كامو. الهدف الأول، ألبير كامو الهدف الأول ليوسف أحمد، هدف بلا مقابل. الهدف الثاني ب 15 نقطة أو تتعادل. سؤال الثاني، معلومات عامة، عائشة راتب هي أول سفيرة لمصر بإحدى الدول الإسكندنافية. الدنمارك. أنا عارف إن هي أول سفيرة مصرية في العموم، أول سفير مصري عزيز عزت باشا. الحمد لله. الهدف الثاني من 1979 ل 1981. يوسف أحمد بقيت 35. آخر اثنين، طبعا آخر اثنين أكيد، محمود عبد الرؤوف ومحمد حمدي. محمد حمدي، اتأكد بس إن اسمك مكتوب. إيه ده؟ اسمك راح فين؟ محمود عبد الرؤوف. طيب معك كم نقطة؟ 10. 10 معك كم نقطة؟ 9. مشكلة، لأن أي حد فيكو مش هياخد ال 15 نقطة، فرصته هتبقى قليلة جدا في المنافسة في الفقرة الأخيرة. السؤال الأول، حل المسألة الآتية، 12 في 5 زائد 45 ناقص 20 يساوي كام؟ 85. الهدف الأول، الهدف الأول لمحمود عبد الرؤوف. طبعا الهدف الثاني هيرجع ب 15 نقطة، فرصتك يا حمدي إنك تتعادل. السؤال الثاني، علوم، قام هنري مواسون بتطوير الفرن الكهربائي، فما هي جنسيته؟ فرنسي. فرنسي الهدف الثاني. حصل على جائزة نوبل في الكيمياء 1906 محمود عبد الرؤوف، 15 نقطة بقيت 25. النتيجة في نهاية الفقرة، علي ثروت 20، نورهان شعبان مفيش نقاط، محمود عبد الرؤوف 25، محمد حمادة 45، محمد حمدي مفيش نقاط، أحمد أمين 35، يوسف أحمد 35، محمد أبو الفتوح ناقص 5. دايما مباراة أفضل لاعب مباراة صعبة ودايما ممتعة، وطبعا ما بتنتهيش غير مع آخر سؤال. إجابة صحيحة. لا
للاسف كان عندي اجابات كتير، بس سبعه ما شاء الله عليهم اقويه جدا. انا سعيد جدا ان انا قدرت اجاوب ضربات الجزاء وادتني دفعه اكبر للقب. ان شاء الله اقدر احافظ على السكور في اخر فتره واقدر احصل على الكاس. خلينا نشوف عادة الحظ هيبقى رايها ايه. كنت بحاول احرز الهدف لكن للاسف البذره اتخطف مني. هي مباراة حلوة وجميلة تليق بنهاية موسم الموسم الـ13 لعباقرة المدارس. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة ضربات الجزاء، وكل نقطة بـ30,000 جنيه بما يساوي 1,800,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 4,650,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.